خلونا نروح لفقرة حكاية أبو سفيان. عادة كل أسبوع الدكتور يسرد لنا قصة يعني بقالبها، يا ساخرة يا جادة، ويا قرأها يا سمعها يا هو بطلها. وش قصتنا هالأسبوع؟ شوف، هي ما هي قصتنا. أمس لما كنت في المدرسة، أمس كان يوم حافل مع الأستاذ القدير إبراهيم رازن، ومتوسط القعقاع اللي درست فيها قبل 25 سنة. فجيت الطلبة جلسوا معي، قالوا يا أحمد أعطينا خلاصة تجارب، كيف نصيغ أهداف. قلت لهم أنا بقول لكم على قصة كتبها العادات، صاحب كتاب العادات السبع ستيفن كوفي. يقول أنت إذا بتحط هدف لازم تحطه وفق 3 ضوابط، 1 2 3. طبعا لما ترجموها مجموعة في قولك رفق وليس ينمو، في التجويد مجموعة في قولك ينمو أو يرملون، لا هنا مجموعة في كلمة رفق. أيوة رفق، يتغمبغن. رفق راء وفاء وقاف، كل واحدة لها رمز. الراء رغبة، والفاء فرصة، والقاف قدرة. خلينا نطبق المثال عليه عشان لا حد يزعل، لأن الناس صاروا حساسين تقول كلمة تكبون. أنا يوم أنا صغير أمي تتمنى أن يكون مفتي، كانت تتمنى أن يكون مفتي. أنا عندي قدرة لأني الحمد لله جيد، وعندي فرصة لأنه المجال مفتوح، بس ما لي رغبة. إذا أنت فينا، أنا لي رغبة الآن أصير لاعب بالاتحاد. الرغبة موجودة قوية، الفرصة موجودة، لأن حمد الصنيع أقدر أمن عليه ولاعبني، لكن ما في قدرة، ما أقدر أركض. شفت؟ فقلت لهم اللي بيصيغ هدف لازم يصيغ وفق 3. أين أيضا أنا عندي أمل أن يكون رئيس أمريكا، الرغبة موجودة، القدرة موجودة، لكن ما في فرصة لأني لست أمريكيا. أول شرط أنك تكون رئيس أمريكا تكون أمريكي الجنسية، صح ولا لا؟ فقلت لهم هذه 3 إذا عرفتوها ترتاحون في حياتكم. أي هدف، طبعا سويت معهم إيش تبغى تصير، اللي مهندس معماري واللي لاعب كورة، قلت له تحط الهدف وتحققه، بس لازم تكون هذه. طبعا الرغبة هي أسهلها وأصعبها القدرة، الفرصة غالبا ليست منك، من المجتمع. جميل، هذه يمكن المقاطع شفناها في سناب حتى مع الطلاب في فصول الدراسية. نعم نعم، يعني كانت لقطات حلوة، وبعدين بسألك عن شعورك. طيب. وانت في ذاك الموقف. طيب ايش رايك نطلع يا سماحة المفتي الشيخ الرئيس فاصل ونرجع نكمل؟ طيب. فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع لكم.